السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ حلقه اليوم ان شاء الله كيف قلت لكم باقي الاشغال متواصله ان شاء الله بينا نركب هذا العشاش هادو بلاصتهم. وابار العشاش كيف قلت لكم الفولير راه باقي با تصبغ الالوان ها هما كيف قلت لكم غادي دار في الابيض بتخلط مع جوج الوان هادو بتعطي البيستاش يعني بيتصبغوا في البيستاش. عاد كي قلت لكم البوله حتى هي راه هي راح تعطي الضو معاكس حيت دابا دار فيها التليفون كتظلم البلاصه هذيك البوله بيختار طلع الفوق يعني بدا الفوق تما وبيت صبغ المسرح كاملو وبيت دار العشاش ديالو. يعني تبعوا معايا ان شاء الله انا خدام فيهم دقه دقه. غادي نبدا بالعشاش هما الاولين ندوز البوله عاد ديك الساعه ان شاء الله غادي نصبغ المسرح كاملو. منين نسالي تبعوا معايا شوفوا النتيجه منين نساليه ان شاء الله. انا الاخوان اول حاجه درتها درت البوله الفوق شفتوها حيدها من تما وانا ندوز لها الخيط ديالها راه هي جات الفوق باش يولي الاضاءه مزيانه عندهم هنا دابا ولات مخيره. ثاني حاجه درتها هما ركبت العشاش اللي ساهلين راهم ركبتهم في الكرياج كاملهم شفتهم عندنا جوج اربعه سته ثمانيه تسعود تسعود العشاش عشرات العشاش ها هما والما باقي ها هما دروكا كنعبر ليهم غادي نديرهم هنا في هاد البلاصه هادي. هادو دروكا اللي بقاو صعاب انا غادي نتقبل ليهم دروكا باش نركبهم. من موراها غادي دوز ان شاء الله الصباغه وغادي تفينا الفوليرا وغادي نصايب واحد العبانه حتى تشوفوها. منين غادي نفينها تبعوا معايا غادي تشوفوا كلشي ان شاء الله انا خدام فيها. دابا كي تشوفوا ساليت العشاش كاملهم علقتهم ها هما الاولانيين هنا الاخرين ها هما. البوله راه دوزت لها الخيوطه وغلفتها مزيان بالتيو ودبلتها مزيان بالسكوتش كي تما غلفته مزيان بالتيو والتوب والسكوتش مزيان البوله راه هي الفوق. دابا اللي بقى لينا الاخوان العواد راه فيكسيتهم وجبت السلك غادي ندور عليهم السلك هنا مزيان حيت هذا الخيط كياكلوه الببغاوات غادي نلوي السلك هنا مزيان ونشدو باش يكون العواد صحاح. دروكا بقات لنا الصباغه انا غادي نبدا فيها واحد شويه بين ما يرتاحوا الطيور حيت من قبيله وانا تنحفر حداهم ما هبطوا ما كلاو ما شربوا. غادي نهبط انا دابا واحد نص ساعه تيرتاحوا الطيور وياكلوا عاوتاني ويشربوا ديك الساعه بيت نعاود نرجع نكمل خدمتي عاوتاني ان شاء الله. بقات لنا الصباغه انا الاخوان كي تشوفوا دروكا خدام في الصباغه اللون اللي درت هو هذا جبت ديك لاتانت البيضاء وانا نزيد اللون الصفر مع اللون الاخضر وما يعطيوني هذا اللون بيستاش بحال هذا. هذا هو اللي كندير دروكا الاخوان ها هو دروكا ما غيبان لكمش مزيان انا يلاه درت لكمش الاولى واني خدام دروكا تنسالي ان شاء الله. تبعوا معايا منين تسالي راه غادي نوريكم الفينيسيون ديالها. واخيرا الاخوان الفوليرا سالت ما سالت لي حتى الليله الاخوان حتى ظلام الحال عاد ساليتها من الصباح وانا خدام فيها الحمد لله. هانتوما الفينيسيون هي كي طلعت العشاش كاملهم راه تانستالاو بلاصتهم وراه كاينين شي كوبلات فادو راه كيدخلوا للعش يعني بداو كيطلعوا عليها كيدخلوا وحتى الكاكاريكي فين هي الكاكاريكي اللي كتشوفوا راه داخله حيت الكاكاريكي ستات هذا الاحمر راه غالبا داخله عليه ما كايناش هنا ما كايناش يعني داخل الاخوان. المهم كاكاريكي راه دخلت هنا الطيور الاخرين راه بداو تيزعموا تيطلعوا في العشاش وهذا الشيء انا راه من الصباح وانا خدام حداهم يعني غدا اول ما يرتاحوا راه غادي يبداو يدخلوا ما شاء الله العشاش ديالهم وراه درتهم ليهم مضوبلين باش ان شاء الله ما يكونوا لا مدابزات لا والو ودرت العشاش بعاد على بعضياتهم شفتوا الثقبه هذاك اللي ايه الثقبه الاخرى هنا نفس الشكل هكا درت لهم الاخوان شفتوا الطريقه كي درت لهم. واحد الملاحظه الاخوان بالنسبه لجوليا وماكس راه هما الا كيبانوا لكم واخا الظلام راه عزلتهم في قفص بوحدهم في ذاك القفص الكبير
باش الببغاوات يرتاحوا مع راسهم، ما يبقاش تبرزتهم جوليا وماكس، يعني عزلتهم تما في القفص، حيت اصلا كنت خدام اليوم هنا وهما تيبقاو يجيو فوق كتافي عين في جوني. يعني ممكن نقدر غدا نجي نتلاقاو معاهم، نقدر نخليهم هكا يرتاحوا بوحدهم بلا جوليا وماكس. وجوليا وماكس بين ما ان شاء الله نجي لهم بوليرة كبيرة من ديك الجهة، دابا نصايبها لهم ان شاء الله بحول الله. تنسالي هانتوما داكشي كيطلع، اللهم بارك. راه الكاكاريكي كاينه في وسط هنا، دخلات من القبيله. الكويكر حتى هي راه بات ستي شي واحد في هادوك، يا هذا يا هذاك. المهم اغلبيتهم بداو تيستيو العشاء، شفتوهم الاخوان؟ اغلبيه بداو تيطلع عليهم. هذيك الروزيلا راه من الصباح هي كتدخل العشاء وكتخرج. نتمنى الاخوان الفوليرا المتواضعه تنال الاعجاب ديالكم. هاد اللي تخدم فيها هذا وجهدي عليها الاخوان. الماكله والما درتهم تحت العشاش باش ما يقيسهم لا بوراز لا والو. البوله راه درتها الفوق باش ما باقيش تخسر لينا الصوره وتعمي لينا الصوره، يعني دروكا درتها الفوق، ها هي شتتات لينا عبد الله وما بارك، ولا تيبان مزيان. القفص نتاع اللوري راه هو درتو تما تحت هذوك العشاش، وحطيت لهم الماكله والما تما باش ما يقيسهمش البوراز ديالهم، وراهم محطوطين تما. واخا اللوري راه من الصباح وما بانوا ليا كيتسركلو، راه هما يلا الاخوان. نتمنى حلقه تاعت اليوم تكون عجبتكم، تسناوني ان شاء الله في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في المستوى. السلام عليكم ورحمه الله. واخيرا ما تنساوش دخلوا الانستغرام، لان ان شاء الله من بعد اول ما غادي يبدا البيع راه غادي يكون في الانستغرام. اللي مازال ما دخلش الانستغرام دخل الانستغرام، هو غيطلع لك هنا. السلام عليكم ورحمه الله، وانتظروا الجديد، راه غادي يجيو ان شاء الله دفعات جداد من انواع جديده نتاع الببغاوات، زائد دياموند جولد، زائد الفيشر. تسناو ان شاء الله حلقات جداد غادي تشوفوا فيهم هذا الشيء ان شاء الله. دروكا منين سالينا الفوليرا نتاع الببغاوات، دابا غادي ندوز للفوليرا نتاع الموانو باش نصايبوها حتى هي ان شاء الله بحول الله. غير نرتاح شويه وغادي ندوز لها ان شاء الله الاخوان. السلام عليكم.